يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الواحد برضو على الانستجرام بيبقى حاسس ان هو مرحرح كده، كأنه في بيته، في وسط اهله، في وسط الناس اللي عارفيني من زمان، في وسط الناس اللي متابعيني من اول ما طلعت على السوشيال ميديا. مبسوطة قوي ان احنا يعني عمالين نكبر مع بعض لحد ما الخطوة بتاعت البرنامج دي جت واحنا مع بعض. فاللايف بتاع النهاردة هنقعد نتكلم، هقعد دلوقتي، بس انا مش عارفة، حسيت ان انا عايزة ابدأ كده مريحة كده وانرجيتك وبتاع لايف، عشان اللايف ده حاسة انه محتاجين نقعد مع بعض حبة حلوين واسمع منكم كتير واخد رأيكم في حاجات كتير. فاللايف ده هنتكلم فيه عن سلامتك على انرجي مع معايا انا دكتور بيبي بتاعتكو، او دكتور نورهان انديل. مش محتاجة اعرف نفسي هنا، لانه الناس اللي على الانستجرام اغلبيتهم متابعيني من زمان، عارفين عني حاجات كتير. احنا عيله كبيره، عيله حلوه جميله، بتديني بوزيتيف انرجي، بتخليني مبسوطه طول ما انا معاهم. كبرت معاهم، عملت الكتاب ده، شفتوا الشراب حد عملت الكتاب ده معاكم. باي ذا واي، انا صورت برنامج تاني ان شاء الله قريب قوي يتعرض. ده اللي كان اول خطوه ليا في ان انا اقدم، ودلوقتي تاني خطوة هي نصيب انها تظهر الاول، خطوة برنامج الراديو، لانه برنامج الراديو لايف. فلانه برنامج لايف مفيش حاجة تتأجل، خلاص انا يوم الحد معاكو على الهواء على راديو انرجي 92.1، برنامج سلامتك على انرجي. يوم 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 بحبك من قلبي، وانا بحبكم يعني موت، مش قادره احكي لكم ازاي. احط فلترز بقى عشان يبقى شكلي امور وحلوه وفظيعه وخطيره ولا كده حلو. اقري تعليقاتنا والنبي. النهارده انا هقعد اقرا تعليقاتكم، وهقعد اتكلم معاكم اقرب، وهقعد اسمع منكم. الاول البرنامج هيبقى يوم الحد، اول حلقه خالص هتكون لايف على طول. بصوا باين عليا طبعا قله نوم، في توتر شويه، مش قوي بس في توتر. الشعر ولا الشعر مش عارفه، شويه قلقانه. انا شخصيه بحب الحاجه تطلع مظبوطه، فشويه قلقانه. ثانك يو. قولوا لي طيب الاول يعني عرفتوا ايه عن البرنامج. انا بموت فيكي يا ار واي اتش، مش عارفه الاسم اتنطق ازاي، انا بحط كل الالوان. زمان اصلا كنت بحب شكل ضوافري قوي، وكنت بحب شكل ايدي، كنت بحس ان هي معرقبه. هي فعلا معرقبه بصراحه، بس بقيت بحبها. يعني السلف لاف اليومين دول رهيب. يوم الاحد الساعه 2 الظهر. بصوا جوس شوت ده في ايه بشربه دلوقتي، ليمون مع كيل مع تفاح اخضر مع بقدونس وكرفس. May God bless you once you talk here on the praise story. I got even work when you my story. بجد يا حياتي، بالتوفيق بالتوفيق بالتوفيق. والله ده يعني شرف ليا. اي حد يتاجمي في ستوري وانا اي ويل ريبوست على طول، واي حد بيعمل حاجه معينه عايز الناس تعرفها يتاجمي في ستوري، انا يعني ام ويلينج تو سبورت اي حد والله، حتى لو في نفس الفيلد بتاعي بالظبط، اللي هو دلوقتي حتى بقى فيلد ان انا اقدم برنامج. بحاول اخد احسن لايت عشان يبقى شكلي اموره. هنا اللايت مش احلى حاجه، هنا عشان تعرفوا انه اتس اول اباوت اللايت. يعني بشرتي مش حلوه طول الوقت، شعري مش حلو من كل الزوايا، شكلي مش حلو 24 ساعه. هو الواحد بس بقى عامل زي انا هستقبلكم في بيتي، او انا داخله بيتكم اهو دلوقتي، انا بقيت قاعده معاكم في بيتكم، انا قاعده في مكاني وبقيت قاعده معاكم في بيتكم، فلازم ادي بشكله احسن شويه. موضوع البرنامج هيبقى ايه؟ البرنامج برنامج طبي، مش برنامج تغذيه. هو هيتكلم عن كل حاجه في المجال الطبي. هنتكلم عن الاسنان، عن التجميل، هنتكلم عن القلب، هنتكلم عن العظم، هنتكلم عن الغدد، هنستضيف تمريض ونتكلم عن حياه فريق الطبي عموما كممرضات، هنتكلم عن الفنيين، هنتكلم عن الصيادله، هنتكلم عن فنيين اللي في المعامل، هنتكلم عن كل حاجه
في المجال الطبي. عايزه اقعد مرحرحه كده، عارفين عايزه اقعد كده اللي هو ايه مربعه كده، مش عارفه ايه انا بعمله ده. بس كده هنتكلم عن كل حاجه. فكفايه روحك الامر. ثانك يو ثانك يو ثانك يو يا جماعه، انا بحبكم حب هستيري والله العظيم هستيري. واحلى لايف اللي هو ببقى مش طالعه اتكلم في معلومات وطالعه اتكلم معاكم عادي. واحلى حاجه في البرنامج ان هو لايف اصلا، ان انا هبقى طالعه كده بنتكلم عادي وبستقبل مكالماتكم وبقرا المسجز بتاعتكم. مش عارفه شعري الجنب ده لانه مش حلو خالص النهارده، فعماله بقى بحاول اظهر. ممكن اقعد لكم كده مش مهم استحملولي، او يعني معلش استحملوني، لكن اكيد مهم. بصوا اللي بيحبني هيفهم كلامي غلط، هيفهم كلامي اللي بيحبني هيفهم كلامي صح، وهيبقى عارفني بقى انا شخصيتي عامله ازاي وانا ببقى قصدي ايه لما اقول الحاجه. تاكلوا زبادي. تواضع بزياده يا جماعه. هو انا اصلا ليه اصلا ممكن اتغرر في يوم من الايام؟ يعني لو بقى عندي 10 مليون 50 مليون فولوور وبقيت بقدم برنامج، يعني حاجة اهم برنامج في ميدل ايست، ليه اصلا مش هبقى متواضع؟ يعني ليه مش هبقى متواضع؟ ايه الحاجة اللي هتخليني مش هبقى متواضع؟ هو مين اللي خلاني كده؟ هو مين اللي عملني كده؟ انا حط فلتر عشان انا حاسة ان انا محتاجة حلاوة سنة، محتاجة حبة رتوش كده. هحط برنامج، انا قلت احط برنامج ولا قلت احط فلتر؟ ايه اللي انا قلته ده؟ مش مهم يا جماعه، انتوا برضو ايه، ما انا بقول لكم انتوا بتستحملوني. اه البتاع بتاع الخوخ ده بيخليني حلوه قوي. لا ده بيخليني اموره. اه ده مش سيفت. طب ده اه ده بيخليني بس لا اشيل كل العك ده، شكلي محتاجه اشيله. ده ما اشتغلش. نعمل كده، نعمل له سيف. سيف ممكن تشتغل؟ مش راضي يشتغل اصلا. طيب يا جماعة رجعنا تاني لموضوع، مفيش اصلا ولا واحد عايز يشتغل. انا هشغل اللي انا بحبه على طول ده. ده مش راضي برضو يشتغل، مش راضي تشتغل. طيب يا جماعة انتوا مكتوب لكم تشوفوني كده، معلش والله استحملوني. زي عارفين الست اللي هي بتمقتنع ان جوزي يستحملني في كل حاجة، تستحملوني بقى. حلو الموضوع، ليه ما تواضعش؟ يعني اصلا انتوا اللي عملتوني، انتوا اللي خلتوني احب نفسي كده، انتوا اللي خلتوني ابقى مرتاحه وانا بتكلم معاكم، انتوا اللي خلتوني ابقى بذاكر اكتر عشان اقول لكم معلومات احدث وابقى ابديتد. يعني انتوا اللي عملتوا كل ده اصلا. وايه كمان؟ ايه كمان؟ ده مش ملوش علاقه بسامسونج، ده ليه علاقه بالانستغرام. اوعى تغلط في الانستغرام. الموضوع ايه النهارده؟ احنا بندردش مع بعض عشان البرنامج بعد يومين، فانا انعزلت عن الاطفال عشان اعرف اذاكر كويس انا هقول ايه. وحلو موضوع التواضع ده. هقول لكم حاجه عن موضوع التواضع ده. مامتي هي بتحكي لي انه انا ربيت البتاع وهو مفتوح، هو اوريدي نقط على ايديا. طيب انا لو قمت جبت منديل هتعملوا فيها ايه؟ طيب مامتي بتحكي لي ان جدي الله يرحمه وباباها الحاج قاسم عبد الحافظ، بتحكي لي ان هي يعني هي ما عاشتش معاه كتير الله يرحمه، بس بتحكي لي ان اكتر حاجه كانت معلمه فيها ان الطباخين اللي كانوا بيطبخوا للعمال اللي عنده في المصنع كانوا بيحبوه اكتر من العمال اللي عنده في المصنع. فلما يوم سالتها يعني لا احكي لي بقى تفاصيل ازاي كان واصل لدرجه ان الناس بتحبه قوي كده، فقالت لي ببساطه هو كان بيقعد ياكل مع الطباخين اللي بيطبخوا مع العمال بعدين يروح يكمل اكل مع العمال. فكان دايما بيدعي انه ربنا يرفع من شانه ويخفض من نفسه، انه ربنا يعزه ويكرمه عشان يقدر يساعد غيره، وفي نفس الوقت تفضل نفسه متواضعه. ودايما الناس يعني في حاجه كده كانت جدتي الله يرحمها بتقولها لي، انه تعرف ولاد الاصول كل ما يعلى شأنهم ان هم هيفضلوا متواضعين وهيفضلوا عاديين. فبس يا جماعه، فانا حبيت اقول لكم يعني ان انا متواضعه وان انا بنت اصول.
بس ايه كمان طعمه حلو والله. اهو كيل على الكرفس عامل شغل مع التفاح الاخضر مع الليمون. بزمنكم ما حبيتوش الاكل الصحي مني؟ طب قولوا لي ايه مفهوم ولاد الاصول؟ حلو السؤال ده، ما حدش سالوني بس انا شفت حد، مش عارفه ده سؤال ولا كلمه. طبعا من تواضع الله رفعه. يعني ايه ابن اصول؟ دمك تقيل، متشكره جدا 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 جدا، مش محتاجه ان انت تتعبي قلبك وتكتبي، ودي حاجه بتحصل لي نادرا يعني، وكان المفروض اعمل نفسي ان انا مش شايفاكي، او نفسك تقولي اعملي نفسك مش شايفه الكلام ده، بس لا عادي. بس يعني فكره حلوه انك تكتبي، تاخدي من وقتك عشان تكتبي ان انا دمي تقيل. ف يعني اي ثينك ما كنتيش محتاجه تضيعي وقتك، انت دمي تقيل، اعملي لي باي باي ومع السلامه. انتي اكيد جميله ولذيذه ومهذبه جدا علشان تقولي لي كده قدام الناس. ميرسي. ايه تاني؟ يعني ايه ولاد اصول؟ هو لايف كده هنقعد نتكلم. برنامج هنشوفه على انرجي 92.1. البرنامج هيتكلم عن كل حاجه في المجال الطبي. برنامج ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اللي بيرد ردك ده متشكره قوي والله. ميرسي 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 ميرسي. اهو اهو في حد قال لي ان دمي خفيف، الحمد لله. ايه الناس المجامله دي لذيذه، حتى لو دمي تقيل لازم تقولي ان دمي تقيل يعني. خلاص ايوه جوزي من عيله ابو طالب. احسن ناس. صح، الناس بيبان معدنها في الشده. صح. الزبادي عليها ايه؟ عليها توت وعليها جرانولا. اللي بتعامل مع الناس بالاصول، والاصول هي الطريقه الصح في التعامل اللي متوافقه مع فطرتنا السليمه. حلو جدا الكلام. انا كمان بحبك جدا، ما تقوليليش ان ده الاردن. الاردن، فلسطين، لبنان، يعني والله يا جماعه احنا ناس جميله. ده متعزل جدا ما شاء الله عليكي. ابن الاصول بيرد ردك ده بكل هدوء. ثانك يو. او ممكن ما يردش خالص بصراحه كمان. خلينا في الدواء اللي انتشر. هنتكلم عن الادويه، هنتكلم عن الادويه الغلط، الادويه الغير مرخصه من وزاره الصحه. كلامنا ممكن ان شاء الله ان شاء الله مش هيزعل ناس، بس يعني هو هيصدم حبه ناس شويه، هنكون جريئين شويه. اخيرا جات لي الفرصه عشان احافظ بقى على الهوا، واللي هقوله خلاص اتقال بقى. ما قلته. شربت كرفس على ليمون على تفاح اخضر. الاكل الصحي احيانا بيبقى غالي قوي، فعلا احيانا بيبقى غالي، وفي اوبشنز كتيره قوي رخيصه. العدس مش غالي، الفريك مش غالي، الزبادي العادي مش غالي، فاكهه كتيره قوي مش غاليه. انا بحبك ومتابعاكي من السعوديه، احسن ناس. كفايه رؤيتك وابتسامتك اللي كلها طاقه ونشاط. ثانك يو. نفسي اتخن شويه، هتلاقي فيديو عندي على اليوتيوب، وهنعمل حلقه كامله عن النحافه. كويس انك قلتيلي، هكتب الموضوع ده دلوقتي حالا. وبليز انا هحط لكم بوست بكره اولمست، قولوا لي ايه اكتر توبكس عايزيننا نتكلم عليها. الاصول يعني اللي يفضل طول عمره شايل اللي حواليه بحب واحترام ويساعدهم. صح، ازاي بحبك وبحترمك وبفرح لما اشوفك، زي ما انا كمان بفرح لما اقرا كل تعليقاتكم. ابن الاصول هو الشخص اللي عنده ذوق في التعامل مع الناس. الاصول يعني اللي يفضل طول عمره شايل اللي حواليه بحب واحترام. اسم الزبادي ده جريك يوجرت من جورمي، مش اعلان خالص والله، بروح اشتري منهم عادي خالص، وبقف في الدور عادي خالص. ما رديتش ايه، ما عنديش اراده اني اخس خالص، امنع نشويات وسكريات. هنتكلم في موضوع الاراده، وهنتكلم عن الصيام المتقطع، هنتكلم عن كل حاجه. دكتور انتي ما فهمتش الجمله. فتيات القوه فين؟ very soon. والبنطلون بس ما بقاش على مقاسي. هو الاساس لكل شخص مهما الاصل، وبيفرض نفسه مهما ذوقك. ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو يا دكتور، بموت فيكي، متشكره جدا 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 جدا. روتينك للشعر بليز وباختصار هقوله لكم والله، وباختصار يعني اهو ده شعري مغسول بالليل
ما عملتش اي حاجه. الروتس اللي هي مش تريتد، هي دي الروتس الطبيعيه بتاعتي، مش بشعه يعني، هي بس فيها ويف. بس انا خلاص اتعودت على ان انا اعمل تريتمنت يقلل الهيشان، فلما اقلل الهيشان ضايع عندي الكسره دي. بس الحمد لله شعري very healthy اهو، مش تعبان، مش مكسر، مش مقطع، يعني شعري الحمد لله is doing great. شفت والله الناس اللي هتشوف اللايف، طب الناس اللي تشوف اللايف يعني وتشوفني بعمل كده، الناس بتروح واخده سكرين شوت وعامله شعري ديو. يا جماعه معلش استحملوني والله، لا لازم احط فلتر بجد، الموضوع شكلي صعب قوي. السلف لاف مهم وكل حاجه، بس ده مش سلف لاف، ده بالاكراه كده كده كتير. لا ده صعب قوي. طب احط لكم بلاتر مش شغال. طب ده مفيش حاجه شغال روتينك. معلش خلينا كده. تاني ايه، مين هم اولاد الاصول؟ و اللايف عن ايه؟ اللايف عن برنامج سلامتك على انرجي، معايا انا نورهان انديل. يوم الحد الجاي الساعه 2 وانتو ماي انستغرام فاميلي، فطلعت علشان ندردش مع بعض. انا باخد مينوكسيديل، عايزه اوقفه واعمل ايه؟ مينوكسيديل للستات لازم تاخدي بالك جدا جدا جدا. ايه هو المينوكسيديل؟ شوفوا بقى انتوا اللي بتجروني في حاجات ساينتفك وانا دحيحه اصلا. المينوكسيديل ده يا جماعه دواء اصلا كان بيدوه للناس عشان الضغط وكده، فلقوا ان هو من السايد افكتس بتاعته انه بيتقل شعر الجسم، فعملوا منه تركيز معين بيترش توبيكال علشان يتقل الشعر. فالمشكله انه مع الستات لما توقفي مره واحده الشعر اللي طلع هيقع تاني، وده على حد علمي انا كحد دارس بس كلينيكال فارماكولوجي وهيلث كوتشنج. فان شاء الله نجيب حد نساله بقى كل الاسئله دي ونجاوب عليكم اجابات اصح من اجاباتي، لانه في حاجه اسمها كونتينوس ميديكال ايدوكيشن، يعني التطور في التعلم في المجال الطبي، انه كل حاجه بتتغير وبتتطور. فهيبقى معانا احسن دكاتره من كل التخصصات يجاوبوا على كل اسئلتكم. نرجع تاني للسؤال المهم اللي هو ما كانش سؤال اللايف تماما بس عجبني جدا، يعني ايه ولاد الاصول؟ وايه رايكم في انه الناس يعني مثلا لما حد مثلا دلوقتي قالت لي كومنت مش لطيف، هل المفروض ان انا استخدم وسائل التواصل الاجتماعي عشان اخد حقي برضو؟ يعني المفروض حد قال لي كلمه وحشه اطلع انا بقى ارد عليه قدام الناس؟ انا عمري ما استغليت السوشيال ميديا في ان انا ولا اوصل رساله لحد ولا ان انا ارد على حد رد، يعني اللي هو اعمل بقى اهو بيبان وقت الخصام مش بيفجر وبيعمل حساب للعشره. الكلمه دي مهمه جدا، انه ابن الاصول ده بيبان وقت الخلاف ووقت الخصام ووقت الاختلاف، يعني وقت الضغوط بيبان بقى هو في الوقت ده، انه ما اللي هو كمان ما بيكونش منافق، فبتلاقيه اذا اللي هو من المنافق واذا خاصمه فجر، ما بتلاقيهوش كده، هو مش منافق اصلا، هو مش بيعرف ينافق. ولا فلتر شغال؟ شكرا. طب العينين الزرقاء؟ طب اي فلتر؟ طيب مش فاهمه، ده الانترنت تقريبا، ده عيب في الانترنت. ماشي، انا من القاهره طول عمري، ما روحتش اي حته غير القاهره، بس عندنا عرق تركي وعرق صعيدي. انا عندي صوت حلو، ممكن اصبح فنانه؟ مش عارفه. تعملي تريتمنت ايه لشعرك؟ بعمل كولاجين مفهوش فورمالين خالص، عندها افريد المينا. بطن الولاده قيصري بعد التوأم ما تاثرتش باكل ولا رياضه يا دكتور؟ لا بصوا، انا لما كنت بظبطه اكلي 100% وبلعب رياضه البطن دي ما كانتش موجوده. بصوا باينه هنا، دي باينه جدا يعني، شوف الناس بتقولي مش موجوده اهي، ما كانتش موجوده. لكن انا دلوقتي ولا عندي وقت العب رياضه ولا انا مظبطه اكلي 100%، فالبطن موجوده وانا عادي متصالحه معايا. بلبس مثلا، عشان كده بلبس هاي ويست عشان اخبيها شويه، بلبس لبس معين. بس بصراحه انا لما هرجع اظبط اكلي، انا بس هقول لكم فيري سون برضو زي ما عطلتكم كده لحد ما تعرفوا موضوع البرنامج، هقول لكم فيري سون ايه اللي متخني اليومين دول، بس مش هقدر اقول دلوقتي خالص. دعواتكم مقبوله فعلا. عشان الفلتر، انتوا مش عايزين فلتر، ماشي هجرب تاني. ايه تاني؟ هو الفلتر اللي انا مش عايزاه الوحيد بيشتغل، مش بقول لك دعواتكم مقبوله فعلا، هو واحد بس هو اللي بيشتغل ومش حلو.
هي فين دي؟ بليز عايزه طريقه اخس. حاضر، لازم تحفظي اللايف. ابني الصغير متابع الولاد جدا وبيسال عليهم. يا معجب وقعد يجي يخطبها على طول. حقك ممكن يجي لك وانت قاعده مكانك. معرفش يجيب حقه بيروح. والله الحق بيجي كده 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 كده، يعني ربنا مش بيضيع حق حد. انا حامل. اخبار الكورونا ايه؟ خلصت، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها وما تبقاش الويف التانية في برنامجي. ربنا يجعل كلامنا خفيف. بس طبعا في اخبار بتقول ان في ويف تانية من الكورونا. دوشة قوي الفلتر ده. وده طبعا وحش جدا. ايموجي مش عارفه ايه اللي انا بعمله ده. بحاول ان انتوا تشوفوا شكل احلى شويه. بحاول. واضح المحاولات كلها بقت في الفشل ده. طب يا رب ده يشتغل. ده جميل، بطلع اموره قوي هنا. شفتوا الفرق يا جماعه؟ شفتوا الجمال؟ شفتوا اموره كده ازاي؟ يلا كده هركز، والله والله كده هركز خلاص وابطل لعب في الفلاتر. هو انت مذيعه ولا دكتوره؟ عشان انا مش فاهم حاجه. انا دكتوره ودكتوره في الجامعه ودارسه صيدله اكلينيكيه اصلا، فاللي هو انا دكتوره صيدلانيه وكارنين النقابه بتاعنا دكتوره، عشان الموضوع ده بيعمل حساسيه لبعض الناس. مش عايزين ندخل في الموضوع ده يا جماعه، مش مهم خالص. فانا دكتوره في الجامعه وبس، وانفلونسر عادي مش مشكله يعني. والله العظيم ليه مش بتردي القهوه الساده؟ بتدخن ولا لا؟ بتخسس طبعا. حسن الحرق جدا وحلوه جدا في صيام متقطع. حاضر هحفظ اللايف ده. انا شرف ليا ان انتوا تشوفوا اللايف تاني. الكركم يا دكتور ينفع في الصيام المتقطع؟ لا، هتحطيه على جنزبيل وعلى حاجات كده من غير حد بيقول لي بحبك من ايام ما كنت ب 100,000. والله وانا بموت فيكم. من غير لبن عموما. ده اللبن اللي بستخدمه، بستخدم لبن لوز اللي مش محلى. في الصيام متقطع ينفع معاه معلقه عسل على القهوه؟ نو. العسل فيه سعرات حراريه فنبقى ما عملناش حاجه. عامله كولاجين على شعرك عشان كده عندك الروتس وفي شويه مفهوش. دكتور بثق فيكي، محتاجه. والله انا يا جماعه فعلا مش هضحك عليكم، انا عاملاه اهو. شعري ما وقعش ولا اي حاجه، بس انا مش بعمله. بقعد اعمل شعري بقى بيبي ليس كل شويه وبقعد اصبغه. يعني انا مش بفتري على شعري خلاص. عملت حاجه خلاص مش هعمل التانية، بس شكلي هصبغه لما اكبر شويه. دلوقتي عاملاه حنه بس كده. بس انا فعلا يعني انا مش بضحك عليكم على حاجه. هو عامله بي ار بي في وشي بعمله كل شهر، ومش عامله والله اي حاجه في شفايفي خالص، لانه كذا حد سالني. انا حتى سالتهم البتاع دي طلعت فين، الفيلر ده طلع امتى اصلا؟ طلع طب انا صوري القديمه دي ايه؟ فين بناتك؟ انا هقعد اذاكر، هحضر عشان البرنامج ده. انا قاعده انا وانت بس كده شويه وبعدين خلاص هقعد احضر عشان البرنامج. Can you save the life because I have exams؟ فمش هعرف اشوف ناو. يا حياتي انت يلا روحي ذاكري وهسيف اللايف وشوفي وقت ما انت عايزه. انا حلو السؤال ده. انا يا جماعه ما بفهمش في الكوره تماما. انا لما محمد صلاح بنفسه عمل لي فولو على الانستجرام والله ما كنت عارف بيلعب فين. فانا ما بفهمش في الكوره خالص. بس انا عيله ماما، انا طلعت لقيت عيله ماما زملكاويه وعيله بابا اهلاويه، وانا بقى عارفين البنت الخالها والبنت الخال والد، وانا متعلقه شويه بخلاني اكتر. فلقيت نفسي بشجع الزمالك عشان خلاني ما يزعلوش. تحيه الخال واسم وخاله حسين. انا حاسه ان انا لازم اقفل اللايف ده. انا ايه هعمل جريمه النهارده؟ لسه طالعه لايف تاني على الفيسبوك، عامله جريمه اكبر منه على صفحه انرجي. والله دكتوره نسرين في مصر منوره مصر ومطلعه عين اللي خلفوني، بس هي تعبت نفسيا من السوشيال ميديا وقالت لي السوشيال ميديا دي حاجه ستريسفول جدا ومش شخصيتي تماما. لان نسرين فعلا شخصيه هاديه قوي 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 قوي. انا عشان كده حتى ساعات كتير بقول لكم ان احنا بكيزه وزغلول. يعني هي انا شخصيه مطيوره كده شويه ومسين عقله قوي. انا بحبك وبموت فيكي، شكلك وشعرك القصير. ثانك يو 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 ثانك يو. طب قولوا لي انتم متوقعين نتكلم في ايه؟ اتكلم في ايه في البرنامج؟ مستنيين مني ايه؟ قلقانين عليا ازاي؟ بتحبوني قد ايه؟ اي حاجه.
اي حاجة اي حاجة، ندمانين ان انتوا تابعتوني، مبسوطين قولوا لي كلام حلو، ببسط قوي ما حد يقول لي كلام حلو، يعني قولوا لي لله الكلمة الطيبة صدقة كده يعني عادي. والله وكمان بجد لسه كنت بقول الكلام ده على فيسبوك، بليز بعد البرنامج على طول، انت حامل صح؟ مش عارفه ايه موضوع حامل. بعد البرنامج بعد الحلقات اتمنى ان انتوا تقولوا لي رايكم، تنصحوني لو انا قلت حاجه غلط، لو انتوا متوقعين مني حاجه احسن، اتمنى ان انتوا تنقدوني بطريقه لطيفه وخفيفه عشان انا بتاثر، بس عادي انقدوني اوكي لاني هتعلم من غلطاتي، وانصحوني لانه انا مثلا ما روحت وقعدت مع واحد من اهم مذيعين انرجي وائل منصور، مش عارفه ايه انا بعمله ده قدامكم، بس فجاه حسيت اني عايزه اخد الحبه دول. خايفه عليكي من الحسد، ربنا يخليكي اماني ان شاء الله خير، فالله خير وحافظ الناس حافظ، فالله خير وحافظ. لسه جوزي بقوله، بس جوزي جايب لي ده ولابساه مجبرة ان انا البسه، مش عارفه افتح بقي، بس بالعكس مبسوطه بيه قوي، بس انا من الناس اللي هي مقتنعه انه يعني ربنا الحافظ وحاضر حسنا ويروك شرعي، وبحبك قوي. ليه يا جماعة ليه حد ممكن يشوفني وما يجيش يسلم عليا؟ ليه 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 ليه؟ بكون مبسوطة حتى لو معي جوزي بيكون مبسوط وصحابي بيبقوا مبسوطين، بتصور مع كل الناس ببقى مبسوطة قوي، لانه يا جماعة هو انا مين اصلا؟ يعني انا حد عادي جدا زيكم وانتوا خلتوني كده، يعني انا لسه هبدا برنامج المليون 200 الف وما مليون 200 وكتير قوي، كتير يعني قوي الرقم عليا، من غير ما اعمل برنامج، من غير ما اعمل اي حاجه، من غير ما يبقوا في ناس هم اللي بيلبسوني، ناس هم اللي بيحفظوني، ناس هم اللي بيصوروني، لوحدي انا وصحابي واهلي وحياتي وانتوا اهلي، فلا ما تتكسفوش، تعالوا سلموا عليا وتعالوا تصوروا معايا وتعالوا نتكلم، فانتوا اللي وصلتوني لكده، يعني انا كنت دايما بقعد اقول يعني انا وصلت لكل ده من غير اي حاجه، من غير ما يكون عندي اي حاجه. هيجعزك مش عارفه بيعمل ايه في ساره المنذر، انا هكلم ساره دلوقتي، انا قابلتها مره واحده جميله قوي 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 قوي، وهسالها وائل بيعمل فيها ايه عشان اخد بالي ان وائل ما يعملش فيها زي ما هو بيعمل فيها، الا لو هي وائل اتفقوا عليا وما قالوليش هما يعني هو بيعمل فيها ايه عشان يتعمل فيها نفس الكلام. وكنا بنتكلم يا جماعه مين هم اولاد الاصول، وكنا بنتكلم برضو عن لو حد قال لك كومنت مش لطيف او حد قال لك حاجه مش لطيفه ترد عليه ازاي وتعمل ايه، ولو حد مثلا طلع شهر باسمك او قال عليك حاجات مش فيك تماما 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 وانت عندك 100,000 رد وقررت ان انت ما تردش، ولو حد طالع بيتسلى عليك او لو حد طالع عايز يظهر على حسابك، والناس المنافقين برضو، ايه رايكم في الناس المنافقين اللي هو بحبك 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 وقدام اي خلاف او اي اختلاف او عدم تقبل منك لتصرف معين منه يطلع يقول متصنع، يطلع يقول كلامه غريب فانت تكتشف انه متصنع الود تفضحه الشدائد، كلام كتير كده يعني، بس ايه الكلام كله جاي وفي وقته ان شاء الله ان شاء الله. بس اوفرول والله يا جماعه عايزه اقول لكم على حاجه، في الوقت سبحان الله اللي في ناس كانت متخيله ان انا موضوع التغذيه ده خلاص هو اكتر حاجه عامله لي هوس لدرجه ان انا عماله اشوف بقى مين اعلى رقم دكتور تغذيه ومين دكاتره تغذيه تانيه، في الوقت ده نفسه هو نفس الوقت اللي انا كنت بحضر فيه، اللي عرفت يمكن تاني يوم بالظبط ما حصل لي كده، تاني يوم بالظبط جات لي مكالمه مبروك انت هتبقي هتقدمي احلى برنامج طبي على انرجي، فربنا بيعوض جدا جدا جدا. وفي الوقت اللي انا كنت خلاص عملت البرنامج التاني اللي بقول لكم عليه ميديكال، فانا اصلا ماشيه باث واي تاني خالص، وخلاص معايا رخصه اعلاميه دلوقتي مبسوطه بيها طبعا، رخصه اعلاميه من بلدي، ف وستيل انا على اسمها قدره او مش عارف ايه، يعني ستيل انا على نقابه الصيادله عادي او المهن الطبيه مش عارفه اسم كان النقابه مش في ايدي، بس ستيل انا على الباور بتاعتهم وعلى وتابع نقابه الاعلاميين بالرخصه بتاعتي، انا عندي اتنين دلوقتي. لا ما حدش بيشتم الحمد لله، ما حدش يجرو يشتم، لان لو حد جرو يشتم هو في ناس جبانه عملت حاجه كده، بس جو يعني ما بحد جبان يصعب عليك اصلا، فمش المفروض ان انت بقى تقعد تحطه في دماغك
وترد عليه وكده. نعمل كده بقى عشان نشوف الخاتم الجديد. انت ردك المحترم على فكرة خليها ردت عليكي وقالت لك حقك عليا. والله انا مزعلانه منها. هو انتي موثقه ازاي على انستغرام؟ انا موثقه على كل حاجه، على اليوتيوب، على الانستغرام، على البيرسونال بروفايل، على الفيسبوك. عمري ما دفعت مليم، عمري ما عملت اي حاجه عشان اكون موثقه. اللي عنده اي حاجه غير كده يجيبها. صح، ربنا يوفقك، متشكره قوي. يبقى تسمعي بقى، عايزين تسمعوا ايه في البرنامج؟ عايزين نتكلم على برافو. سلامتك على انرجي ومعاكم نورهان انديل. سلامتك على انرجي ومعاكم نورهان انديل وحلقه جديده، وهنتكلم عن ازاي نحب نفسنا. عشان نحب نفسنا ندخل على الانستجرام بتاعي ونلاقي الناس الحلوه اللي زيكم، فهتحبوا نفسكم وهتحبوهم. نفسي تنورين انت ودكتور نسرين في الاقصر واسوان ان شاء الله، ولايف في الشتاء ان شاء الله. نعمل كده، ناخد البنات معانا لما بنلعب رياضة ونوقف لفترة الجسم بيزيد. حاضر، نتكلم عن الموضوع ده في اللايف. ايه كمان؟ انا مش بحبك، انا مش بحبك، انا بموت فيكي. والله وانا كمان بحبك جدا. يا رب تفضلي بقيتي مذيعة. خلاص كبرت، خلاص بقيت مذيعة. والله انا من الناس اللي هي يعني ما باخدش اي خطوة انا مضمونة اصلا. يعني لما تعينت دكتورة في الجامعة فرحت، عملت عزومة لاهلي وبتاع. لما خدت الماجستير فرحت، لما بدأت في الدكتوراه فرحت. يعني انا بفرح بس ما باخدش حاجة على انها مضمونة، لانه النجاح مش مضمون يا جماعة. النجاح لازم تشتغل على نفسك عشان تفضل تنجح وتنجح وتنجح وتنجح. لما بقى عندي فولورز على انستغرام ما فرحتش بان انا عندي فولورز وان انا مشهوره ومش عارفه ايه. لا، هو انا فرحت باني قدرت اوصل لحاجه، وحسيت بمسؤوليه اني لازم احافظ على الحاجه دي. في ناس كتير قوي نفسها تدخل معايا اللايف. حضرتك انا بقيت ما استحملش اللي انا ايه هقولك. شكرا جدا. دايما تكوني ناجحه. دكتور I'm thanking you several times dear. How can I contact you directly to lose weight? Unfortunately مش عندي وقت خالص خالص اعمل كده. ان شاء الله البرنامج هيقدر يساعدكم كلكم ان انتوا تخسوا من غير ما يعني تدفعوا فلوس او تضطروا ان انتوا يعني تضيعوا وقتكم او اي حاجه. مساء الخير، ممكن اتواصل معاك على خاص يوم الحد؟ عيد. والله ثانك يو. يا جماعه والله انتوا ازاي كده، ازاي كده؟ ربنا يخليكم ليا. ومش معقول كميه الكلام الحلو. ايه كمان؟ الثقافة الصحية دي حاجة مهمة جدا على فكرة. انا مش بحب المنافقين، بيقولوا انه مفيش عيب فيكي بس بيروح يقول لحد تاني. صح فعلا، برافو عليك. في ناس تقولك لا مفيش عيب وانت جميلة ومش عارفة يروح يتكلم عليك. طبعا طبعا دي حاجة بتبقى مرهقة جدا، وممكن يتكلم عليك بقى كمان قدام الناس وهو من غير اي دليل تماما. بحب المظاهر جدا ووجهة نظر، وما اعرفش انا بحب المظاهر ولا لا، بس لحريك لو محل نفسي او انت قادرة يعني مش عارفة. هو هذا انا، واي هوب انه ده يكون مش بيضايق حد، بس اي ثينك مش بيضايق حد. يعني دي حاجة مهمة انه حتى لو انا بحب المظاهر يعني اي ثينك انه مش بيضايق حد. اي ثينك اي هوب كمان. ولو شخصيتي دي بتضايقك فبليز ما تتابعش حد زيي. لو حبه لاي حاجة او انت شايفه بيحب حاجة معينة انت مش بتحبها، ف يعني ما تعملش كده، ما تتبعوش. انا ما شاء الله عليكي، يحفظك يا رب، ربنا يخليكي يا رب. كنت عايزه انزل امضي الروايه بتاعت حضرتك في الساقيه بس كنت تعبانه الف مليون سلامه. تردد انرجي 92.1. اتكلم عليكي انت مش عشان يا حي. مين
تردد انرجي 92.1. عايزة اخد بدائل طبيعية من الاكل بدل فيتامين بي. انا برا مصر اسمعوا ازاي البرنامج، هقول لكم على الموضوع ده على طول على ستوري عشان كل الناس تشوفه. باين عليكي انك محترمة من اول مرة شفت الكتاب موجود في السعودية. الكتاب كان المفروض هيكون في الميدل ايست كله السنة دي. البلان انتوا مش متخيلين كانت عاملة ازاي، بلان الكتاب البرنامج اللي اتصور اللي قلت لكم عليه، حاجات كتيرة قوي 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 وقفت، بس انا راضية ومبسوطة وربنا عوضني برنامج الراديو. ومعلش ان شاء الله تتعوض. الكتاب كان هيلف يعني حفلات توقيع، كنت هتكون في معرض الكتاب في العالم كله. ايه تاني ينفع الصيام المتقطع؟ نبدأ ناكل من 11 من 5 الى 11 اه طبعا من اي ميعاد، المهم تحسبي 6 ساعات او 8 ساعات. ايه تاني انت انت شايف ان انت محتاجة؟ مش لاحقة اقرا الكومنت. تتقبلي ان طالما حد قبل يبقى مشهور ويطلع للرأي العام، من حق اي حد يقول انه مش عاجبه ان المحتوى اللي بيقدمه مش عاجبه، مع اني بيعجبني اغلب اللي بتقدميه بصراحة. يا اسلام انت عندك حق وانا متفقة معاك جدا 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 جدا، وانا فعلا هعمل كده وحاول اتقبل النقد جدا. وانا فاكر فعلا والله بتقبل النقد يا اسلام، بس ساعات يعني في ناس لا هما بيبقاش نقد، ده بيبقى تكسير او بيبقى يعني عارف حد باين قوي ان هو لا هو مش نقد. انا بحبك وبحترمك جدا، بدياني انك مش عايشه معانا في الكوكب. انا مش عايشه في الكوكب ازاي يا جماعه؟ امبارح كنت سهرانه في الحسين، بروح اماكن الناس بتروحها عادي، دي حياتي وحياة صحابي. مش عارفه معلش لو حد بفهمني غلط انا اسفه وهاخد بالي من الموضوع ده. متاسفه ليكي جدا يا نوره عاطف، لوف يو، هحاول اعيش معاكوا في نفس الكوكب. ينفع تقولي انت فين؟ انت مثقف صحي؟ مش فاهمه. لو من الصعيدة وعايز والله هحاول. مش هينفع اقول ساكنه فين يا جماعه ومنطقه ايه وكده، عشان يعني ده بيت عيله. مش عايزه اكون اخصائي تغذيه. دي مش شخصيته محترمه قوي، في نقد بناء وفي ناس عايزه تستفزك وبس. هو ده اللي انا اقصده والله بجد. هو انت مالكيش اعداء ليا وكتير جدا جدا ياسر، مش اكتر من اللي بيحبوني خالص 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 نهائي بصراحه، عشان برضو ما كنتش بقى افور بقى. بس ليا ناس فاهميني غلط، ليا ناس عايزين يعني يستفزوني، ليا ناس متضايقين عايزين يشوفوا نفسهم فيا، عايزين يفرضوا شخصيتهم عليا، في حاجات معينه فيا حسستهم مش متقبلين اختلاف حاجات كده. يا رب يرزقني بالحجاب، يا رب يا رب يا رب يا رب. حضرتك من مصر؟ ايوه. يا دكتور اللي مش هيعرف يشوف البرنامج على التردد ده يعمل ايه؟ هو التردد ده في كل محافظات مصر، يعني في كل حته هتلاقوه شغال. عندي كم سنة؟ عندي 34 سنة. عندي مين تاني هنا؟ حببتيني فيكي من اول مرة شفتك، والله ده يعني كرم ربنا والله مش اكتر. فكرة انه لما تلاقوا نقد مثلا من اكاونت فيك، الاكاونت ده زيرو فولوور زيرو فولوينج زيرو 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 زيرو، او من حد يعني عايز بس يظهر وخلاص، او عايزني اطلع ارد عليه علشان في الاخر الناس تاخد بالها منه يعني. فعشان كده هو ده الموضوع في الاخر. نرجع تاني لولاد الاصول، وانا مقتنعه ان ولاد الاصول هم اللي تربوا على ان هم يبقوا شبعانين، مش اللي تربوا اغنياء ولا اللي تربوا على ان هم شبعانين وراضيين بظروفهم وراضيين بحياتهم وراضيين باهلهم وراضيين بكل حاجه. هم دول بالنسبه لي ولاد الاصول، واللي تربوا على اللمه وعلى الخير وعلى الكرم وعلى الحنيه، واللي شافوها في تصرفات اللي حواليهم، مش سمعوا عنها او حد قال لهم يعملوها. بس جاوبت رأيي في صيدلة إكلينيكية. I love you and I love your positivity. حياتي هنا أحلى دكتور التغذية في لبنان. أنا صيدلة إكلينيكية، أنا ما عرفتش يعني أنا ما قدرتش أشتغل في رعاية وما قدرتش أشتغل
حتى parental nutrition مش قادرة أكمل فيها بصراحة، مش هضحك عليكم، أنا مش حاسة أن أنا قادرة أدرس حاجة لمجرد أنا بقى اسمي درست حاجة. أنا عايز أدرس حاجة استخدمها، خلاص تعبت كفاية اللي حصل في الكلية بصراحة، drug drug interaction و drug food interaction و microbiology و anatomy و physiology و histology و درسنا حاجة كتير قوي، اتخرجنا لقينا نفسنا ما بنعملش بيها أي حاجة. ترى نسمع برنامج من ألمانيا لحد دلوقتي، يعني هعرف هحاول أرد على الأسئلة دي، والله مش عارفة فعلا. النهاردة عندي ميتنج مع فريق القناة، هعرف كل حاجة. بسمعك برتاح وبحس ان الحياة جميلة وسهلة وربنا يحب فيكي خلقه. مرسي يا جماعة، انا الناس الحلوة دي ربنا يخليكوا. اكيد مش هتكلم عن اي حوارات يا جماعة، ما في يعني حاجة حد ياخد حاجة من كلامي out of context ويستخدمها، وانا عندي 100,000 رد يعني اي حاجة كلمة اتصدمت والحاجات الغريبة يعني معلش معلش معلش، ربنا بيدي كل واحد من ضميره ومن نيته وكل حاجة. فعادي انه يطلع حد كده يقول اصله هي خايفة تبقى مش هي رقم واحد في النيوتريشن، وانا اصلا مش فريق لي موضوع النيوتريشن كله على بعضه اصلا، وانا شغالة في حتة تانية بقالي سنة حتة الميديا، فانا اصلا مع اهو ده ردي انه الكلام ده مش مظبوط. اكبر دليل الكلام ده مش مظبوط اللي بيحصل دلوقتي، امراض القلب المفتوح. مش عايزه اتكلم تاني في الموضوع ده بليز، لو حد بيحبني وستيل متابعني ولو حد اتصدم او عنده اي كونسرن يعني كان ممكن ما تفضلوش متابعني بجد، وما كنتش هبقى متضايقه بالعكس، لانه ربنا اكيد هيثبت الحقيقه في يوم من الايام. نفسي ابقى عندي الجرأة زيك اني انزل من غير ميك اب. لا انا حضرتك بطلع من غير ميك اب، انا لسه طالعه لايف على الفيسبوك، انا ماشيه سايبه اللايف وهو فيه 50,000 بني ادم شافوه. عارفه يعني ايه 50,000 بني ادم؟ يعني استاد شافوه. انا حضرتك بحب نفسي كده، بحب شعري كده مش احلى حاجه، وشي مش احلى حاجه عادي. يوم 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 تاني، بس انا بحبكم جدا ومشكرة انه اي حد لسه بيتابعني. و ايه تاني حلو موضوع ده، علاقتك باطفالك حلوة جدا وبتديني باستيف انرجي. يا جماعة انا مش الام المثالية اللي هي 24 ساعة بقول لاطفالي نوني برافو لالا دانيا تاليا هاو ار يو عاملين ايه وحشتوني، انا بزعق وبتخانق وانا شخصية مش طول الوقت مثالية، بالعكس شخصية زي اي حد. بس بحاول اكون ام لطيفة، بحاول اتصور معاهم كتير قوي لما يبقوا هم عايزين يتصوروا، بحاول اعمل معاهم ميموريز حلوة. عمري ما بتقبل الام اللي تمد ايدها على اولادها، انا ممكن اتزربن اتعصب بس مش بزعق لهم، ما بخوفش ولادي، ما بحبش ولادي يبقوا خايفين مني، عايزهم يبقوا صحابي. بس يعني عشان انا ممكن امي تلوم نفسها وتقول ايه ده انا بحس بالذنب لان انا مش بعمل ولادي كده، انا عادي زي اي ام بيجننوني ساعات. يا وليد السباعي عامل ايه يا وليد؟ يلا بقى يا ولي بقى يلا عشان تكلمني في البرنامج. عندي كام سنة؟ 34 سنة. بريكس هاوس هما اصلا براند تركي وجم مصر، احترموا الكالتشر بتاعتنا جدا، عاملين حاجات مناسبة جدا لينا، فانا فعلا ببسط من قلبي هناك. يعني هما they are not paying me حاجة عشان اقول حاجة، by the way انا ببقى مبسوطة ومبسوطة قوي انه في حاجة زي دي في مصر. طيب يا جماعة انا I have to go، I think ان انا طولت عليكم كتير قوي في اللايف ده، بس انا بحبكم قوي واتكلمنا في حاجات كتير قوي بصراحة ومبسوطة وحصلت مواقف لذيذة مريحة نفسيا، وبحبك قوي وغيرتي حياتي وفكري في حياة صحية وخسيت كتير. والله 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 انا كومنت زي ده بالدنيا وما فيها. امبارح كنت انا ونيسو قاعدين في اوتيل وجات لي حد موظفة في الاوتيل قالت لي انت عارفه انا خسيت كام كيلو بسببك؟ قالت لي انا خسيت 40 كيلو بسببي. انا حسيت ان انا مش مصدقه، انا مش عاوز كده اكتر من كده في الدنيا، من غير ما تدفع مليم، من غير ما اشوفها، من غير مش عاوز اكتر من كده، مفيش احلى من كده في الحياة كلها حاجه. فربنا يخليكم ليا، متشكره قوي ان انتوا بتسمعوني، متشكره ان انتوا بتعيشوا معايا كل تجربه جديده في حياتي. اتمنى ان انا افضل دايما عند حسن ظنكم وبس كده. ثانك يو فور واتشينج مي و باي باي.